ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد مع قناة هيلب مي تو وين. اغلب اللي بيسمعنا مع كلية، تمام، كلية اداب او كلية تربية، طبعا، او كلية ألسن، وبيتحدث احد اللغات مثلا انجليزية، المانية، الفرنسية، وحابب ان هو يشتغل على الانترنت علشان يزود الدخل الخاص بيه، تمام. وبالتالي قد يجد بعض يعني الاستراتيجيات الموجودة هنا في القناة لا تناسبه، تمام، وبالتالي هو ممكن يلاقي نفسه في مواضيع تانية بتكون حسب التخصص الخاص بيه. ودلوقتي حاضر اقول لكم، انت لو معاك اي لغة، تمام، لغة فرنسية، المانية، انجليزية، هقولك ازاي تكسب من خلال الانترنت من 1000 إلى 5000 دولار شهريا من شغلك انت بس ومن تخصصك انت بس. وتأكد ان تخصصك هو يعني افضل من اي شغل تاني على الانترنت، وهقول لكم بالتفصيل هتبدأ شغلك ازاي وهتعمل ايه، ولكن تابعونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم من جديد. طبعا هبدا ازاي شغلي. طبعا اول حاجه او اول موقع او اول منصه نتكلم عنها وهي منصه اير كانفا. ايوه، كانفا، زي ما شايفين ان في كورسات بتتباع ب 130 دولار او الجنيه استرليني، وفي تخفيض، في يعني في خصم مثلا 50% او 60%. كل اللي انت هتعمله في كانفا ده، تمام، اللي انت هتعمل فيديو. علشان تعمل فيديو محتاج للبرنامج اللي هو اسمه الكانفا، اللي انا بستخدمه واللي باين قدامكم على الشاشه. انا بستخدم برنامج كانفا، في برامج تانية كتير قد تكون احسن منه، ولكن انا مفضل النسخه اللي هي كانفا. محتاج مايك بيكون كويس، محتاج كاميرا بتكون كويسه، محتاج اللي انت تسجل بدون وجود اي ضوضاء حواليك، تمام. ابتدي انك تعمل شرح فيديوهات، ان انت هتعلم الاول، هتبدا مثلا بالحروف الاول، وبعد كده هتبدا بعد تجمع كلمات، ثم القواعد، ثم الجمل، ثم يعني ازاي تنطق او الحاجات دي حسب اللغه اللي انت هتتعامل بيها. الموقع هنا بيدعم اللغه العربيه، الانجليزيه، الفرنسيه، الايطاليه، المانيه، اي لغه قد تخطر على بالك هتلاقي ليها وجود، لان جميع الطلبه على مستوى العالم بيدخلوا على موقع كانفا ده وبيحصلوا على الكورسات اللي هم عايزينها. وزي ما انتم شايفين ان الكورس الواحد بس بيتباع ممكن 230 جنيه استرليني يعني، او 170، هنا شوف هنا مثلا 170 يعني، مبالغ بتكون كويسه جدا. والفيديو الواحد بس لو اتباع، تمام، يعني ممكن يعاد شغلك على المواقع اللي احنا بنشرحها على القناه ممكن 10 ايام بس، يعني 3 فيديوهات يجيبوا شغلك طول ال 30 يوم. 3 فيديوهات هتعملهم في مدة بتكون بسيطة جدا، وانت هتفتح لنفسك كلاس او فصل في العام في على يوديمي. فطبعا التسجيل بيكون مجاني، وضع الكورسات بتكون مجاني، ولكن اهم حاجة وانت بتعمل الكورسات، يعني انا بالنسبة لي كان طلب مني قبل كده اللي قال ان في بعض الضوضاء وفي بعض النويز موجودة في الفيديو، من فضلك عيد الفيديو تاني. وبالتالي انت مش هتقعد تسجل فيديوهات على طول، لا، انت هتعمل فيديو واحد وتحطه على الموقع، وموقع هيشوفه وهيقول لك ايه هي الملاحظات الموجودة في الفيديو. هل المايك مش كويس؟ هل في صوت تأزيز وانت بتتكلم؟ هل في ضوضاء حواليك؟ هيقول لك بالظبط ايه هي مشاكلك، تمام، وبالتالي هتتلاشى هذه المشاكل في تسجيلات القادمة او الفيديوهات اللي بتكون قادمة. بأول موقع تشتغل عليه وهو موقع اسمه يودمي، وده بيكون مجاني. الموقع التاني هتشتغل عليه اللي اسمه السكيل شير، وانا هسيب لك اللينك. طبعا المواقع دي بتكون مجانية. طيب، وبعد ما نعمل فلوس على هذه المواقع هنيجي للموقع التاني اللي هو اسمه اتشابل، وفي عضوية بتكون مدفوعة بتدفع 50 دولار عشان تحط الفيديوهات الخاصة بيك، وبالتالي الموقع ده بيقوم بعملية التسويق للفيديوهات الخاصة بيك. ونفس الموقع، نفس موقع اسمه بوديا. يبقى اذا البوديا وتشابل هتدفع فلوس، تمام. ومعانا ايضا موقع اللي اسمه السينكفيك او سينكفيك.com، وده ايضا موقع بتدفع حوالي يعني 50 دولار، هو 48.5 49 دولار او 50 دولار. هنقول ان الثلاث مواقع دول من 50 ل 60، اللي هو التيتشابل والبوديا والسينكفول. وبالتالي انا مش عايزك تدفع فلوس على طول، يعني انت من شغلك على الموقع اللي هو يوديمي ومن شغلك على موقع السكيل شير هتعمل فلوس اكيد. هتضحي طبعا يعني ب 100 دولار كده،
تمام، بحيث تبقى معاك عدوى سنوية على موقع تيتشابول والبوديا. يعني انت ممكن تبيع الفيديو الواحد على الخمس منصات اللي قدامنا دول، سواء موقع يوديمي او موقع اللي هو السكيل شير او الموقع اللي هو تيتشابول او البوديا او السيكفك. وانت ممكن تعمل في كل منصة من دول $1000 شهريا. ايوه كل منصة ممكن تعمل $1000، ممكن تعمل 2000، وده كله حسب وقتك وحسب شغلك. تمام، اكيد انت ليك شغل تاني في حقيقة، لك كلاس بتعمله، مجموعات تقوية مثلا بتعملها، تمام، حتى لو انت ما تعينتش اكيد لك او مجمع شوية طلبة وبتديهم وهكذا، ده هيكون مساعدة. بل ان ده هيكون لو اسمك بدأ يلمع على هذه المنصات، في ناس بتعمل $20,000 شهريا من هذه المنصات والتعامل بالنسبة لليودمي او الاسكيل شير اللي انا ذات نفسي تعاملت معهم بعد ما خلصت كلية من خلال البيبال، وبتربطه بفيزا اللي هو الايزي باي. تمام، طبعا لو انت يعني من مصر هتيجي بعد كده بالنسبه للتشابول وبالنسبه للبوديا وبالنسبه للسينكفيك، ده طبعا حاجات بتكون مدفوعه او المنصات بتكون مدفوعه وبتحقق نتائج بتكون اعلى من النتائج اللي قلتها قبل كده. ده بالنسبة للجزء الأولاني، هتشتغل على الحاجات دي. والحاجة التانية هتشتغل من خلال الترانسليشن، من خلال المواقع اللي هي زي خمسات، موقع الخدمات زي موقع خمسات، زي موقع كفيل، زي موقع أي خدمة. تمام، ان انت هتحط موضوع ان هترجم من اللغه الانجليزيه للغه الالمانيه او اللغه الاسبانيه للايطاليه للفرنسيه حسب تخصصك انت. تمام، في طبعا كفيل واي خدمه وموقع خمسات، وفي موقع اللي هو البيبول بي اور، من مواقع متميزه جدا في هذا المجال، ان انت هتحط خدمه وهتحصل على تمام او هترجم مجموعه من الفيديوهات، سواء ان انت بتعمل تدفق صوتي للفيديو باي لغه او الملف الصوتي، او انت بترجمه من لغه الى لغه وبتدي ملف زي اي اس ار تي. ملف ده هو ملف الخاص بالترجمه بالترانسليشن، ده حاجه انت ممكن تعملها. الشغل بيكون يعني انا كده اديت لك يعني 100% من الشغل اللي انت تقدر تعمله، ولكن بمجهودك انت اللي هتقدر تعمل فلوس من خلال هذه المنصات. المنصات مهمه جدا، اهم حاجه تنظم حياتك، تنظم وقتك، تمام، وانك تشتغل بجديه. كل زي وهعيد الكلام تاني، يعني كل اللي انت محتاجه، الخلاصه ان انت محتاج مايك كويس، كاميرا كويسه، ده الحاجه اللي هتدفعها حاليا، وطبعا جهاز الكمبيوتر بتاعك الخاص بيك، يعني ده كده كده موجود. وتعالى اشتغل على يودمي او اشتغل على سكيل شير، والفلوس اللي انت هتحققها ضحي ب 100 او $120، واشترك على تيتشابول او البوديا او موقع اللي بيسميه السينفك. طبعا الحاجات دي كلها او جميع اللينكات هتكون موجوده في صندوق الوصف. وحبيت اعمل الفيديو ده كمساعده للناس اللي معاها لغات ومش قادره ان هي تكسب من خلالها. لا، انت معاك كنز تقدر تشتغل من خلاله، والعمل على الانترنت يعني ممكن يقول 20,000 مجال للعمل على الانترنت، ولكن الافضلهم وهو التخصص الخاص بيك، وده افضلهم ان تتميز بيه عن اي حد تاني. اتمنى اكون افدتكم في الفيديو الصغير ده، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.